تعتبر إيران واحدة من الدول التي تثير اهتماماً دولياً كبيراً في مجال التكنولوجيا، ولكن هذا الاهتمام ليس فقط بسبب تقدمها التكنولوجي، فالبلاد قد تمكنت في السنوات الأخيرة من تطوير قدراتها في مجال التجسس والاستخبارات الإلكترونية، مما أثار القلق لدى العديد من الدول الغربية والمنظمات الدولية. ويعتبر قطاع التجسس التكنولوجي من أبرز المجالات التي تثير الاهتمام في السياق الإيراني، حيث تقود الحكومة والمؤسسات الأمنية جهوداً مكثفة للاستفادة من التكنولوجيا في جمع المعلومات ومراقبة النشاطات المشتبه بها داخل البلاد وخارجها. وتشكل التقنيات الحديثة مثل الإنترنت والهواتف الذكية والشبكات الاجتماعية تحدياً كبيراً لجهود الرقابة والتجسس في إيران، فتتطلب هذه التقنيات استراتيجيات جديدة وأساليب متطورة لمراقبة الاتصالات وجمع المعلومات. وتعد تكنولوجيا التجسس المستخدمة بشكل واسع في إيران جزءاً من تطورها التكنولوجي العام، حيث تعد الدولة الفارسية واحدة من الدول القليلة التي تمتلك قدرات تكنولوجية متقدمة في هذا المجال. وتتضمن تلك التقنيات استخدام البرمجيات الضارة والتي يمكن استخدامها لاختراق أنظمة الكمبيوتر والتجسس على البيانات. وعلى الرغم من الجهود التكنولوجية الهامة التي تبذلها إيران في هذا المجال، تواجه التكنولوجيا الإيرانية تحديات عديدة، بما في ذلك العقوبات الدولية والتحديات الفنية والتكنولوجية. فلمتابعة التفاصيل كاملة، ابقوا معنا حتى النهاية، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. وفقاً لتقرير حصري من إيران إنترناشنال، قد تكون شركات عالمية مثل بورتاون في كندا وتيلنسيل في بريطانيا وبروتي في روسيا قد تعاونت مع النظام الإيراني في تنفيذ نظام سيام الذي يستخدم للتجسس على الهواتف المحمولة والإنترنت وتتبع هواتف المتظاهرين. وتشير المعلومات إلى أن شركتي الاتصالات الإيرانيتين همراه أول وإيرانسيل تعملان في خدمة مؤسسة تنظيم الاتصالات الراديوية الإيرانية التي قدمت مساعدة للنظام في التجسس على مستخدمي الهواتف المحمولة وخضعت لعقوبات من الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، كشف تقرير أن شركة أرنتيل في إيران تشير رسائل بريدها الإلكتروني المخترقة إلى تعاونها مع شركات أجنبية مثل بروتي في روسيا لتوفير مرافق سيام الذي يحتوي على 40 قدرة تجسس تعمل على تتبع وتجسس المستخدمين. وعلى الرغم من نفي أرنتيل لأي مشاركة في التجسس الرقمي على المواطنين الإيرانيين، فإن رسائل البريد الإلكتروني تظهر تواصلها مع بروتي وتيلنسيل، مما يشير إلى استمرار التعاون المحتمل بين الطرفين. كما تعتبر شركات همراه أول وإيرانسيل جزءاً من تاريخ القمع والتجسس في إيران، حيث تشير السجلات إلى تورطهما في تطوير أنظمة التجسس خلال فترة قمع الانتفاضة الشعبية. ويذكر تحديداً أن شركة إيرانسيل المملوكة لعلي خامنئي تسعى دائماً لتعزيز سيطرتها على الإنترنت ومراقبة نشاطات المستخدمين، كما تعاونت مع السلطات الأمنية لتوفير معلومات المستخدمين ومراقبتهم وقطع اتصال المواطنين بالعالم الخارجي في أوقات الانتفاضات والاحتجاجات. وتلعب الشركة دوراً كبيراً في تطوير أدوات الحجب والتجسس، وتسعى لإنشاء بدائل محلية للبرامج الأجنبية الشهيرة مثل إنستغرام وواتساب لتكون قادرة على مواكبة السياسات التقييدية للنظام الإيراني. وقام علي خامنئي بتعيين مهدي أخوان بهبادي عضواً في المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، والذي تهدف مهمته الرئيسية إلى حجب الإنترنت وفرض الرقابة عليه. وكان بهبادي أيضاً مسؤولاً عن توزيع برامج حكومية لرفع الحجب. لذلك يتضح لدينا أن شركتين همراه أول وإيرانسيل التي يعتبرهما البعض شركتين خاصتين تنتميان في الواقع إلى كيانات اقتصادية تابعة لعلي خامنئي، وتلك الشركات تسعى دائماً لتعزيز سيطرتها وتقوية نفوذها على الإنترنت وكذلك على الاتصالات في إيران، كما تلعب دوراً مهماً في دعم وتمويل المؤسسات القمعية في النظام الإيراني. وعندما شهدت إيران اندلاع الاحتجاجات بعد وفاة مهسا أميني في 26 من سبتمبر عام 2022، ردت السلطات بقسوة شديدة، حيث وصلت مستويات العنف إلى مرتبة غير مسبوقة. ووفقا لتقديرات مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، فقد بلغ عدد القتلى 530 شخصا، بينما اعتقل حوالي 20 ألفا آخرين خلال هذه الفترة العصيبة. وفي هذه الظروف الصعبة
اتخذت السلطات الإيرانية إجراءات قمعية جديدة لمواجهة الانتفاضة بمنع الاتصالات الهاتفية والإنترنت وعرقلة وصول المواطنين إلى منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل، وترتب على هذه الإجراءات تقييد حرية التعبير والتواصل لدى المواطنين بشكل كبير. ووفقا لتقارير منظمات حقوق الإنسان وخبراء أمن المعلومات، فقد استخدمت السلطات التكنولوجيا لمراقبة وتتبع المحتجين بشكل فعال، حيث كشف تحليل مختبر سيتيزن لاب عن قدرات متقدمة تمكنت السلطات الإيرانية من استخدامها للتتبع والتحكم في هواتف المحتجين. ومن خلال تسريبات وثائق شركة الاتصالات الإيرانية إريانتل التي حصل عليها موقع The Intercept، تبينت قدرات التتبع والمراقبة التي استخدمتها الحكومة الإيرانية، كما كشفت عن كيفية تطور قدرات الرقابة والمراقبة في إيران من خلال شراء تقنيات مراقبة أجنبية، بالإضافة إلى دور التكنولوجيا الصينية في تحويل الشوارع الإيرانية إلى مناطق للرصد والتتبع. وفي بداية الاحتجاجات التي شهدتها محافظات إيران المختلفة في خريف عام 2022، تفاجأ الكثيرون بالقدرات الهائلة التي يمتلكها النظام الإيراني في المراقبة والتجسس، وواجه المحتجون مشاكل تقنية عديدة، منها عطل في هواتفهم وبطء في سرعة الإنترنت، إلى جانب شعورهم بأن هناك تنصتا على مكالماتهم الهاتفية. ومع ذلك كشفت الوثائق المسربة عن محاولات متقدمة من السلطات الإيرانية لربط أنشطة المستخدمين على الإنترنت بهوياتهم الشخصية. وبحسب الباحثة في مختبر سيتيزن لاب الكندي نورا الجيزاوي، أنه يمكن للسلطات اعتراض الرسائل مثل الرسائل النصية القصيرة SMS والمكالمات الصوتية ومنعها من الوصول إلى المتلقي قبل وصولها إليه. وهذا يبرز مدى تطور التقنيات التي تستخدمها الحكومة الإيرانية في الرقابة والتجسس، مما يسلط الضوء على حجم التحديات التي يواجهها النشطاء والمعارضين في البلاد. ولجأت السلطات الإيرانية إلى استخدام استراتيجيات متقدمة في مجال المراقبة والتحكم في الوصول إلى المعلومات والاتصالات المتنقلة. ووفقا للتحليلات الفنية للوثائق المسربة التي قام بها مختبر سيتيزن لاب، يكشف هذا التحليل عن وجود نظام معقد يعرف باسم سيام، وهو اختصار للنظام المتكامل للاستعلام عن معلومات العملاء. ويعطي نظام سيام السلطات الإمكانية لكشف هويات الأشخاص المشتبه فيهم بممارسة أنشطة معادية للسلطات من خلال التحكم الدقيق في معلومات المستخدمين ومراقبتها. ويتيح ذلك للمشغلين القدرة على تنفيذ مجموعة متنوعة من الأوامر عن بعد، مما يتيح لهم تغيير وتعطيل ومراقبة استخدام العملاء لهواتفهم بكل سهولة. وهذه التفاصيل الفنية الدقيقة تسلط الضوء على مدى التطور التكنولوجي الذي تتبناه السلطات الإيرانية في مجال المراقبة والرقابة، وتظهر القدرة الكبيرة التي تمتلكها هذه السلطات في مراقبة نشاطات المواطنين والتدخل فيها. وتقدم الوثائق التي حصل عليها موقع The Intercept نظرة دقيقة على نظام سيام، والذي يعتبر العمود الفقري لشبكات الاتصالات الخلفية في إيران. ويتيح هذا النظام للمشغلين الحكوميين قائمة واسعة من الأوامر التي يمكن استخدامها عن بعد للتحكم في استخدام الهواتف النقالة للمواطنين. وبالإضافة إلى ذلك يتيح النظام إمكانية إبطاء اتصالات البيانات الخاصة وكسر تشفير المكالمات وتتبع حركة الأفراد والمجموعات وإنتاج تقارير مفصلة توضح من تحدث إلى من وفي أي زمان وفي أي مكان. وهذه القدرات تجعل من سيام أداة فعالة للسلطات الحكومية لمراقبة النشاط الاجتماعي، وقد ساهم بشكل كبير في جهود قمع الاحتجاجات وتقييد حرية التعبير. وتصدرت إيران قائمة الدول ذات أدنى درجات حرية الصحافة في العالم، حيث تحتل المرتبة 178 من أصل 180 دولة، وذلك وفقا لمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2022، وتصنف كغير حرة، وذلك في تقرير الحرية على الإنترنت لعام 2022 الصدر عن مؤسسة فريدم هاوس الأمريكية، والذي يصف حرية الإنترنت فيها بأنها مقيدة للغاية. ومنذ سنوات قامت إيران بتطبيق سياسات رقابية وتنظيمية تمثلت في إنشاء هيئات حكومية مختلفة تفتقر إلى الاستقلالية من أجل فرض الرقابة على الاتصالات. وفي عام 2012 أنشأ المرشد الأعلى آية الله خامنئي المجلس الأعلى للفضاء السيبراني بهدف وضع السياسات التي تنظم الاتصالات في البلاد وتحويل سياسة الإنترنت لتكون تحت سيطرته المباشرة. ومن بين الهيئات الحكومية الأخرى في إيران التي تساهم في فرض الرقابة على الاتصالات
هي مجموعة العمل لتحديد المحتوى الإجرامي والشرطة الإلكترونية الإيرانية وهيئة تنظيم الاتصالات. فهذه الهيئة تسعى جاهدة للمراقبة والتحكم في الوصول إلى المعلومات والاتصالات المتنقلة في البلاد. وتأتي هذه الإجراءات القمعية في سياق من احتجاجات شهدتها إيران، وذلك عقب وفاة الشابة مهسا أميني، حيث قامت الحكومة بتقييد الاتصالات والوصول إلى الإنترنت. وفي أكتوبر عام 2022 أضافت وزارة الخزانة الأمريكية 7 من كبار قادة الدولة الإيرانية وجهاز الأمن إلى قوائم العقوبات بسبب دورهم في منع وصول المواطنين الإيرانيين لشبكة الإنترنت بهدف إبطاء الاحتجاجات. وكشفت الشركة الرائدة في مجال الأمن الإلكتروني تشيك بوينت عن نشاط مراقبة إلكترونية مكثفة تشرف عليها إيران، تستهدف أكثر من 1000 معارض للدولة، وهذه الجهود تهدف إلى مراقبة الأفراد في إيران وإثنى عشر دولة أخرى بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة. ووفقا لتقرير الشركة، تستخدم مجموعتي عمل إيرانيتين تقنيات جديدة لتثبيت برامج تجسس على أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة لسرقة تسجيلات المكالمات وملفات الوسائط. ومن بين هذه المجموعات تعرف مجموعة دوماستيك كاذن بتنفيذ حملات احتيال لتحميل برامج خبيثة على الهواتف المحمولة بما في ذلك استخدامها لإعادة تجميع إصدار من لعبة فيديو معروفة على منصة تحميل تطبيقات جوجل بلاي، ومحاكاة تطبيق لمطعم في طهران، وإنشاء تطبيقات مزيفة لأمان الهواتف المحمولة. ومن ناحية أخرى تعمل المجموعة الثانية إنفي أو برنس أوف بيرشا على التجسس على أجهزة الكمبيوتر المنزلية وأجهزة العمل الخاصة بالمعارضين في 12 دولة، وتحصل على بيانات حساسة بعد الاحتيال على الأشخاص لفتح مرفقات بريد إلكتروني خبيثة. وكشف التقرير عن شركة تشيك بوينت إلى أن هناك أكثر من 600 عملية اختراق تمت بنجاح، وتشمل هذه العمليات معارضين وقوى معارضة وأفراد من الأقليات العرقية في عدة دول بما في ذلك إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وباكستان وأفغانستان وتركيا وأوزبكستان. ويشير التقرير إلى أن المجموعتين الإيرانيتين استخدمتا تقنيات تستهدف الأفراد والهيئات في محاولة للتجسس وسرقة البيانات الحساسة. وعلى الرغم من كشف الحملات ووقفها في الماضي، إلا أنها استأنفت نشاطاتها مؤخرا بشكل ملحوظ. وهذا يظهر التطور الحديث في التجسس الإلكتروني المنظم من قبل إيران واستثمارها الكبير في العمليات الإلكترونية لجمع المعلومات، مما يشكل تهديداً خطيراً للأمن السيبراني والخصوصية للأفراد والمنظمات على مستوى العالم. ويمثل الاتفاق النووي الإيراني قضية حيوية بالنسبة لعدد من الدول بما في ذلك بريطانيا وبلجيكا، نظراً للتحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط والآثار الواسعة النطاق لأي تطورات في هذا الملف الحساس. فبريطانيا كعضو في مجموعة 5+1 تلعب دوراً حيوياً في التفاوض والتواصل مع إيران بشأن الاتفاق النووي، بينما تعتبر بلجيكا كعضواً فاعلاً في الاتحاد الأوروبي جزءاً من الجهود الأوروبية للحفاظ على الاتفاق وضمان تنفيذه بشكل كامل. ففي بريطانيا تم اكتشاف مجموعة تجسس إيرانية تستخدم غطاءً أكاديمياً لاستهداف المؤسسات الأكاديمية والباحثين والصحفيين، وتظهر التحقيقات أن هذه المجموعة تعمل بتوجيه من الحكومة الإيرانية وتهدف إلى جمع المعلومات حول السياسات الخارجية والمفاوضات النووية وغيرها. أما في بلجيكا فقد أدينت شبكة تجسس إيرانية بتهم محاولة تنفيذ عمل إرهابي في فرنسا، وتم اعتقال أفراد منها في بروكسل وضبط بحوذاتهم متفجرات، ويعتقد أن هؤلاء الأفراد كانوا يعملون تحت إشراف الحكومة الإيرانية، مما أدى إلى توتر دبلوماسي حاد بين طهران والعديد من العواصم الأوروبية. وإيران على عكس بعض الدول الأخرى لم تكن لديها القدرة على تطوير تكنولوجيا المراقبة محلياً، وهذا ما جعلها تعتمد على المساعدة الخارجية من دول شريكة لديها خبرة طويلة في هذا المجال مثل الصين، حيث تقوم الصين بتطبيق نظام مراقبة شاملة على الإنترنت ويعتبر من بين أكبر وأكثر الأنظمة فاعلية في العالم، وذلك وفقا لتقارير مجلة جامعة كرونيل الأمريكية. ويشير جاري ميلر خبير أمن المعلومات في مختبر سيتيزن لاب إلى تشابه الواضح بين نظام المراقبة في إيران وفي الصين، حيث يتمتع كل منهما ببنية تحتية مماثلة تمكنهما من مراقبة وفلترة محتوى الإنترنت وتصفيته وفقا لما يرونه ضارا. وتزايد التعاون بين إيران والصين في مجال الاتصالات والمراقبة يتزامن مع زيادة الرقابة الإيرانية على الهواتف المحمولة للمواطنين والطلب المتزايد على استيراد تكنولوجيا التتبع المرئي من الصين، والتي تمتلك أكبر عدد من كاميرات المراقبة في العالم.
وأشار كبير الباحثين بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطية في واشنطن بنهام بن طالبلو في دراسته إلى التعاون المتزايد بين طهران وبكين في مجال الاتصالات والمراقبة، مما يعكس الارتباط الوثيق بين البلدين في هذا الجانب. وقد وقعت إيران والصين اتفاقية مدتها 25 عاماً تتضمن مقترحات لتأسيس البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس 5G وتقديم نظام تحديد المواقع العالمي الصيني الجديد للسلطات الإيرانية. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز سيطرة إيران على الفضاء الإلكتروني وتوجيهها لمصالحها الأمنية، وذلك وفقا لصحيفة نيويورك تايمز. وتشمل المسودة المتفق عليها أيضا توفير إمدادات منتظمة وبأسعار مخفضة من النفط الإيراني للصين على مدى 25 عاما قادمة. ويشير بنهام بن طالبلو إلى أن النظام الإيراني ما زال يفضل تخصيص موارده لأجهزته الأمنية ومصالحه الخاصة على مصالح الشعب، ويتجلى ذلك في تفضيله للتعاون مع الصين في مجال التكنولوجيا الأمنية على حساب احتياجات المواطنين. وتسهل هذه الاتفاقية لإيران تجديد رقابتها الإلكترونية أثناء الاحتجاجات، حيث ساهمت ملايين الكاميرات الصينية المنتشرة في شوارع البلاد في مراقبة الاحتجاجات وتسهيل عمليات الاعتقال. وتم تركيب ما يقارب 15 مليون كاميرا في 28 مدينة إيرانية لنقل البيانات إلى مراكز التحكم، ويفترض أن يكون أحد هذه المراكز في طهران والآخر في الصين. وكشفت تحقيقات دولية ومحلية عن دور شركات صينية مثل شركة تياندي بالإضافة إلى هواوي وزي تي إي في تزويد إيران بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك كاميرات التعرف على الوجوه في الأماكن العامة ورصد الحشود والحركة، بالإضافة إلى القدرة على تحديد عرقية وجنس المارة حتى في الظلام. وتلك الشركات مثل زد تي إي وهواوي وتينسنت وتياندي تعتبر جزءاً من سجل طويل في دعم سياسة الحزب الشيوعي الصيني في مجال الرقابة والمراقبة والتتبع للمواطنين. فعلى سبيل المثال، تروج هواوي لتقنيات تسمى حملة المدن الآمنة التي تهدف إلى حفظ الأمن، ولكنها في الواقع تستخدم الآن في قمع المتظاهرين داخل إيران، خاصة من خلال تقنية التعرف على الوجه. وفي النهاية، يظهر تفاعل إيران مع تكنولوجيا التجسس والمراقبة وخاصة الشركات الصينية كجزء من استراتيجيتها لسيطرة على المعارضة الداخلية. ويعد هذا التعاون بين النظام الإيراني والشركات الصينية مثالاً على التواطؤ بين السلطات الحاكمة وشركات التكنولوجيا في تقويض حريات الأفراد وقمع الرأي العام. وبينما يركز النظام على تعزيز سلطته وتحقيق أهدافه السياسية، يتحمل المواطنون عبء هذه التقنيات التي تنتهك خصوصيتهم وحرياتهم الشخصية. وإلى هنا وصلنا لنهاية النقاش حول تكنولوجيا التجسس الإيرانية. فلا تفوتوا فرصة متابعة كل جديد عبر الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في وثائقي آخر.